عليكم ورحمة الله وبركاته. شؤون الطلاب، نعم. طبعا نبتدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المحاضرة السابقة، كملنا الجهاز الهضمي الدايجستيف سيستم، وتعرفنا عن كيفية الهضم وكيفية الامتصاص اللي تحدث في المعدة وكذلك في الفم وفي السمول انتستين، وتعرفنا عن ما هي تتم عملية هضم المواد في هضم الدهون، وكذلك البروتينات، وكذلك تسمعون؟ نعم. طلاب تسمعوني؟ نعم. إذن اليوم إن شاء الله نأخذ سيستم آخر اللي هو اليوري سيستم. نأخذ بالبداية عن نتعرف عن الهيستولوجي، عن الأناتومي بالنسبة للرينال الجهاز البولي. هنا يوضح تشريحيا كيف يحدث أو تشريح الجهاز البولي من الـ 2 كدني، يتكون من 2 كدني and الـ ureter الحالب، وكذلك البلدة، وتتصل بالليورترا الأحلي. فهنا بالنسبة للكدني، هذه الكدني، كل من الكليتين طبعا توجد في الجزء الخلفي للأبدومن البطن، وتكون خارج الرشاء البريتوني، وبالنسبة لوزنها حوالي 150 غرام بالنسبة لوزنها، تمام. هاي بالنسبة لموقع الكلية وتركيبها بالنسبة لتركيب الجهاز البولي. بس بالنسبة، نعم، نتكلم عن الكدني، بأنه يحاط بطبقة سميكة من الكبسول، طبقة ليفية، اللي هي الكبسول، تحيط بها الكدني بالكلية. فسؤالي بأنه ما فائدة هذه الكبسول، هذه الطبقة الليفية السميكة اللي تحيط بالكلية، ولماذا أعضاء أخرى لا تحاط بهذه الطبقة؟ مثلاً القلب، مثلاً البنكرياس، مثلاً الليفر، مثلاً الرئتين مثلاً وغيرها. لماذا الكلية تحاط بالكبسول؟ ما فائدة هذه الكبسول؟
نعم، حماية وتغذية الكلية. زي ليش مثل القلب ما يحتاج إلى حماية؟ الرئتين ما تحتاج إلى حماية؟ مع أنه ما في كبسول، لكن في غشاء، يحيط بغشاء. إيه نعم، لكن هو يبقى غشاء. بالنسبة للقلب يبقى غشاء، لكن هنا طبقة ليفية سميكة تحاط بالكلية، وتكون هذه الطبقة معدومة في أعضاء أخرى. لماذا الكلية تحاط بطبقة سميكة؟ هي أكيد لحماية الكلى، حماية التراكيب الدقيقة الموجودة داخل الكلية. لكن أنا سؤالي، ما تحتوي على هذه الطبقة السميكة اللي هي الكبسول، الطبقة الليفية؟ لا نعم، ما لها علاقة بالحصى، لكن طلاب طالبات بحكم موقعها في منطقة قريبة عن الخاصرة، في منطقة قريبة عن الخاصرة، ما تحميها أي تركيب هيكلي. إحنا نعرف بالنسبة للرئتين والقلب تحمى بواسطة القفص الصدري، صحيح؟ فهنا أي تراكيب هيكلية معكو فتكون قريبة عن الخاصرة. لذلك من عظمة الله سبحانه وتعالى بأنه تكون محاطة بالكبسول لتحمي التراكيب الداخلية عند حصول أي رضة أو أي ضربة تأتي من الخارج في منطقة الخاصرة، ولتسبب تحطم التراكيب الداخلية الموجودة داخل الكلية. فهذه الكبسولة هي تحمي الكليتين من أي تأثير خارجي. طبعا نلاحظ هنا في التركيب النسجي للكلية بأنها تتكون طبقتين، اللي هي طبقة الكورتكس القشرة، واللي بعدها طبقة المودولا اللوب. فطبقة الكورتكس، طبقة القشرة، هنا تحتوي على النفرونات أو البومانس كبسول، محفظة بومان للنفرونات تترتب هنا في هذه المنطقة، في منطقة القشرة، تمام، في هذه المنطقة. بالنسبة للنبيبات تمتد من الكبسول من محفظة بومان إلى المودولا اللوب، ومن ثم بالنسبة طبعا لهنلي أوف أو لوب أوف هنلي، أروت هنلي، ونبيبات الجامعة، وثم تلتقي في حوض البلبس، رينا البلبس، حوض الكلى، ومن ثم إلى الحالب اليوتر، تمام. فإذا هذه المنطقة هي موقع الكبسول، بوماس أو كبسول، ومنطقة المودولا هي موقع النبيبات.
الويبات الكلوية. هذا بالنسبة لمعرفة موقع النفرونات والتركيب النسجي بالنسبة لبقية التراكيب الأخرى بالنسبة للكلية. إذن النفرون إحنا كل اهتمامنا أو تركيزنا على النفرون. ليش؟ لأن النفرون مثل ما تعريف النفرون is the basic functional unit of the kidney and capable of forming fluid by itself. النفرون هي الوحدة الوظيفية الأساسية للكلية. بما أنه هي الوحدة الوظيفية وهذا اللي يهمنا بمادتنا هي مادة الفسلجة، بأنه الوحدة الفسيولوجية أو الوحدة الوظيفية للكلى لأداء وظائف الكلية هي النفرون. فإحنا نركز على تركيب النفرون، على الأجزاء المتكونة ووظيفة كل جزء منها. تمام؟ There are about 1 million nephrons in each kidney in human. طبعاً كل كلية تحتوي على 1 مليون من النفرونات. إذن كليتين تحتوي على 2 مليون. Kidneys cannot regenerate new nephrons and their number decreases with aging. طبعاً الكلية هنا ما تستطيع أن تجدد نفرونات بعد ما تتحطم. بعد ما تتحطم مثلاً هاي النفرون، بعد ما تتحطم ما تستطيع الكلية بأنه تكون نفرون جديد. ما عندها هاي الخاصية، ما عندها هاي الصفة لتكوين نفرونات جديدة. لذلك يقل عددها، يقل عدد النفرونات مع الأمر. مع الأمر يقل عدد النفرونات. تمام؟ زين. هل هناك أعضاء أخرى في جسم الإنسان تعمل أو تقوم بعملية الريجينيريشن لخلاياها المتحطمة؟ أم لا، كل أعضاء الجسم لا تستطيع أن تعمل regeneration، تجديد خلاياها؟ نعم، بعد الجلد وبعد نعم العظام، الليفر، الكبد. الكبد معروف انه له خاصيه مهمه، بانه حتى لو ربع الكبد تلف بواسطة اصابه، هنا يقوم الكبد بتجديد الخلايا بحيث يكون العضو يكون كامل. تمام، هذا معروف الكبد بانه يجدد خلايا وان كان ربع الكبد هنا تحطم، وإن كان ربع الكبد أو ثلث الكبد. تمام؟ فما أهم أو ما هي مكونات النفرون أو نمبر 1؟ قماس كبسول مثل ما نلاحظه هنا، محفظة قمان، والبروكزيمال كونفولوتيف تيوبيوم، النبيب الملتوي القريب. النبيب الملتوي القريب، ومن ثم تأتي لوب أوف هنلي اللي يتكون من جزئين، اللي هو اللي ديستندنج ليب الطرف النازل، وأسندنج ليب الطرف الصاعد. أسندنج ليب يتكون من قطعتين أو من جزئين، اللي هو ثين أند ثيك. طبعا كل جزء إن شاء الله نتكلم عنه، شنو اللي يصير فيه، شنو العملية اللي تحدث فيه عند تكوين اليورين. تمام، وكذلك تأتي بعدها الدستر تيوبيول والكولنكتيك تيوبيول والكولنكتيك دكت. فهاي مكونات النفرون. إن شاء الله طلاب طالبات واضح. نعم.
جزء يتحدث عن infection of الكدني، وظائف الكلية. وظائف الكلية هناك عدة وظائف، من هذه الوظائف المهمة اللي هي number one excretion of metabolic waste with duct، هو إخراج الفضلات أو منتجات الفضلات الأيضية اللي تتضمن اليوريا اللي ناتج من أيض، الأمينو أسيد، الكرياتينين ناتج من أيض، البروتين الكرياتين اللي يوجد في المسارس العضلات، واليوريك أسيد هو ناتج من أيض، النيوكليك أسيد، والبيليروبين وهو ناتج من أيض، ناتج من أيض ماذا البيليروبين؟ ما أخذيها نعم إحنا بيليروبين. نعم، الفئات الدم اللي هي الهيموغلوبين اللي موجود في داخل كريات الدم بعد ما يتأيض يتحول إلى البيليروبين. زين، والهرمونز آند توكسين مثل الأدرينالين، هذه المخلفات اللي يقوم الكدني على التخلص منها وطرحها إلى الخارج. بعد وظيفة أخرى regulation of water and electrolyte balances، يوازن الماء، ينظم في توازن الماء والإلكترونات، يعمل على تنظيم في توازن الماء والإلكترونات، أي يعني عند انخفاض الماء والإلكترونات في الجسم يقوم بإزالتها، وعند ارتفاعها عند انخفاضها ما يزيلها، بس ما يقوم بعمل الري أبزوربشن، بينما عند ارتفاعها هنا يقوم بإزالتها. اللي هي تتمثل الإلكترولايت تتمثل بالصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم والهيدروجين. النقطة الثالثة الريجوليشن الأرتيريا بريشر، إذا تنظيم ضغط الدم. كيف يحصل ضغط الدم؟ ما هي أسباب حصول أو الضغط الشرياني؟ ما هي أسباب حصول الضغط الشرياني؟ نعم، ليش؟ شنو السبب بأنه القلب يضخ الدم بقوة؟ شنو السبب؟ سبب ارتفاع الضغط، مو صحيح؟ شنو سبب ارتفاع الضغط؟ نعم، إذن بسبب زيادة الأملاح اللي هو يتمثل مثلاً الصوديوم، وكذلك بسبب زيادة الماء. نقدر نقول لأنه إحنا نعرف الصوديوم يكون مقترن مع الماء فيزداد حجم الدم وبالتالي زيادة الضغط. تمام، فهنا عند زيادة الضغط يقوم الكدني تقوم بالتخلص من الماء والأيونات اللي هي الصوديوم مثلاً، تعمل الإكسكريشن. بينما في حالة decrease the blood pressure the kidney was secrete renin that lead to formation of angiotensin 2 and this lead to vasoconstriction. إذا أما في حالة انخفاض ضغط الدم هنا الكلية تفرز الرنين، هذا فائدته بأنه يكون البروتين angiotensin 2 طبعا بسلسلة من
المكونات اللي تتكون بتنتهي بالانجيوتنسين 2. هذا شنو اهميته؟ بانه يعمل الفازو كونستركشن، تقلص الوعائي، وبالتالي بتتقلص الوعائي يرتفع الضغط الى الحد الطبيعي، وتصبح الهيموستاسس هو التوازن في الضغط. نعم. نقطة أخرى، regulation acid base balance. شنو سبب الأسيد، أو شنو السبب اللي يؤدي إلى حصول الأسيد، الحموضة، حموضة الدم، أو البيس الكلوسيس أو الأسيدوسيس؟ شنو السبب حصول الحموضة والقاعدية في الدم؟ شنو سبب الحموضة؟ ما هو العامل الذي يسبب الحموضة؟ ما هو العامل الذي يسبب الحموضة بحيث يعمل الكلية على التخلص من هذه الحموضة؟ وجود الحوامض في الدم طبعا هي اللي تتبدل بالهيدروجين، عند ارتفاع الهيدروجين وكذلك الحوامض، فهذا يؤدي الى زيادة قلة البي اتش عند ارتفاع الاتش، تسبب الى انخفاض البي اتش وبالتالي حدوث الاسيدوسيس الحموضة، بينما في حالة انخفاض الاتش وبالتالي ارتفاع البي اتش فهنا يؤدي الى الالكلوسيس اللي هي القاعدية. إن شاء الله نأخذها محاضرة كيف يتم تنظيم الأسيد بيس بالانس، محاضرة كاملة نذكر الميكانيزم اللي تحدث في الآليات اللي تحدث في الجسم لعملية البالانس، التوازن. تمام. طبعا من الآليات هي الكلية أيضا تشارك في هذه الآلية. نعم. إذا النقطة الخامسة regulation of الإريثروسايت برودكشن، تنظيم إنتاج الإريثروسايت. ما هي الإريثروسايت؟ نعم، الأرثروسات هي نفسها الـ RBC. زين. نعم، ممتاز. عن طريق ماذا؟ عن طريق الأرثروبويتين يتم تنظيم إنتاج الـ RBC عن طريق إفراز الأرثروبويتين اللي هو هرمون يفرز، تقوم الكلية بإفرازه وبالتالي تتحكم في أعداد الـ RBC من خلال تأثيره على البون مارو. النقطة السادسة اللي هي الجلوكوز سينثيسيس، بناء الجلوكوز. إذا يشارك الكدني أيضا تشارك في عملية بناء الجلوكوز، إضافة إلى الليفر. إحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة قلنا من وظائف الليفر هو بناء الجلوكوز من مصادر كربوهيدراتية أو غير كربوهيدراتية، أما تحول البروتينات إلى جلوكوز أو تحول مثل الجلوكوز إلى كلايكوجين أو كلايكوجين إلى جلوكوز وهكذا. لكن هنا الكدني لا، هنا فقط تبني الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية مثل البروتينات. متى؟ في حالة الفاست، في حالة الصيام. تمام؟
فإن شاء الله واضح بالنسبة لي دور الكلية في بناء البروتينات. أي سؤال استفسار عن هذه الوظائف؟ نعم، هسه ننتقل إلى وظيفة أخرى. والأخيرة اللي هي regulation of 1 and 25 dihydroxy vitamin D3 production. إذا يعمل على تنظيم فيتامين D3. أين يصنع فيتامين D3؟ أين يصنع فيتامين D3؟ طبعا تصنيع فيتامين D3 مثل ما نلاحظ أمامنا في الشكل في السكن في الجلد، تمام؟ نلاحظ هنا الجلد، هذه المادة اللي تسمى 7-dihydroxycholesterol. إذا المادة الأساسية في تصنيع الفيتامين هو الكوليسترول. أنا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، قلت لكم بأن الكوليسترول يقوم بإنتاجه الليفر الكبد بوظائف مهمة، من هذه الوظائف هو إنتاج فيتامين D3، تمام؟ فهذا الكوليسترول ينتقل إلى عن طريق البلد الدم، ينتقل إلى منطقة تحت الجلد، فبواسطة تعرض الإنسان إلى الأشعة فوق البنفسجية أو أشعة الشمس، يجب أن يتعرض لأشعة الشمس. فعند عدم تعرضه ما راح تحدث هذه العملية. عندما يتعرض الإنسان لأشعة الشمس هنا سوف تتحول هذا الكوليسترول إلى فيتامين D3 اللي هو الخامل أو الغير فعال. عن طريق الدم ينتقل هذا الفيتامين إلى الليفر إلى الكبد، أيضا يتحول إلى 25 ديهيدروكسي فيتامين D3، أيضا يكون خامل غير فعال. وكذلك عن طريق البلد الدم ينتقل إلى الكدني، والكلية تحوله إلى 1 and 25 dihydroxy vitamin D3 اللي هو نفسه الكالسيتريول، هذا الفيتامين دي الفعال الكالسيتريول. طبعا شنو فائدته؟ إلى 3 وظائف، إلى 3 وظائف من هذه الوظائف اللي هي كالسيوم ديبوزيشن ان بون، ترسيب الكالسيوم في العظام، وكذلك كالسيوم ريابزوربشن باي جاسترو انتستين تراكت، اعادة امتصاص الكالسيوم بواسطة القناة الجاسترو انتستين، وكذلك ريابزوربشن كالسيوم فروم كيدني، ايضا اعادة امتصاص الكالسيوم من الكلية. مذكورة هنا مذكورة نقطة ثانية، تمام؟ فإذا هاي وظائف فيتامين دي، هذا وظائف فيتامين دي. طلاب استمعوني هسه ولا الكل يسمعني؟ نعم نعم
نعيد الآلية الميكانيزم، نعيد الميكانيزم كيف يتم تصنيع فيتامين دي 3 طبعا بواسطة الكوليسترول اللي يبنى طلاب قد الخلل من عندكم. نعم قد الخلل من عندكم يقطع الصوت. هذا الكوليسترول نعم نافع، احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة قلنا بأنه الليفر يعمل على إنتاج كوليسترول، ينتج كوليسترول. سألتكم بأن الكوليسترول هل كله ضار؟ لا، أكو هناك كوليسترول نافع إلا دور في عمليات حيوية تحدث في الجسم، منها بناء فيتامين تي 3 تمام؟ وقلنا بأنه لها أدوار أخرى، بأنه يستعملها الجسم في بناء الهرمونات الاستيرويدية وكذلك في بناء الأغشية الحيوية للخلايا السيرفنبرين أيضا. فهنا الوظيفة من هذه الوظائف هو بناء فيتامين دي. طبعا بعد ما ينتقل هذا الكوليسترول من الليبر بعد ما ينتقل بواسطة البلد الدم إلى منطقة السكن تحت الجلد وعندما يتعرض شريطة فإنه يتعرض الإنسان إلى ضوء الشمس، فإذا ما يتعرض إلى ضوء الشمس ما راح تتم هذه الآلية أو هذه الميكانيزم تمام؟ عندما يتعرض لضوء الشمس سوف يتحول هذا الكوليسترول إلى فيتامين دي 3 الخامل أو الغير فعال، ما إلى دور غير فعال. أيضا سوف ينتقل إلى الليفر الكبد ويحوله الكبد إلى 25 دايهيدروكسي فيتامين دي 3 أيضا يكون خامل غير فعال تمام. ينتقل كذلك عن طريق البلد الدم إلى الكدني إلى الكلية، تقوم الكلية بتحويله إلى الشكل الفعال اللي هو 125 دايهيدروكسي فيتامين دي 3 اللي هو نفسه الكالسيتريول، نفسه الكالسيتريول هذا الفيتامين دي الفعال. شنو هي وظائف هذا الفيتامين؟ ما هي أهميته بالجسم؟ إلى ثلاث وظائف اللي هي الأبزوربشن كالسيوم from small intestine والريأبزوربشن كالسيوم بواسطة الكدني والمينراليزيشن اللي تحدث في العظام، هي نفسها بمعنى الديبوستيشن كالسيوم إن بون، نفس ترسيب الكالسيوم في العظام. يعني بعد ما يمتص الكالسيوم من small intestine من الكدني هنا يلتجئ إلى العظام لكي يترسب تمام، يلتجئ أو ينتقل إلى العظام لكي يترسب وبالتالي بناء العظام، بناء العظام من الكالسيوم والمغنيسيوم كذلك. زين هاي بالنسبة للميكانيزم. طبعا هذا الشكل ما مطلوب من عندكم، فقط المطلوب هو الشرح الموجود هنا طبعا غير واضح، لكن عن طريق الشكل ان شاء الله صار واضح تمام. فإذا عندكم سؤال استفسار نعم. هسه ننتقل إلى رينال بلد سبلاي، التجهيز الدموي للكلوي، التجهيز الدموي الكلوي. نلاحظ هنا شكلين، شكل الكلية كيف يتم التجهيز الدموي فيها، كيف تتفرع الرينال أرتري إلى عدة تفرعات ومن ثم إلى تفرعات أصغر ومن ثم إلى النفرون، ومن ثم إلى النفرون اللي يكون طبعا أكيد مو واضح هنا نوضحه هنا. ف يبتدأ بالأفرنت أرتريال، طبعا هذه التفرعات اللي نلاحظها فقط للإطلاع، هذا الشكل هذا الرسم
فقط للاضطراع. تمام، راح تعرفون من يبتدئ من الرينال ارتري ومن ثم الى السيجمنتال ارتري والانترلوبيال ارتريز وغيرها. اذا نبتدئ من الافرنس ارتريون، ليش؟ لان احنا تهمنا النفرون، يهمنا النفرون لان هي الوحده الوظيفيه للكليه، فيجب معرفه تركيب النفرون وكذلك التجهيز الدموي للنفرون. بسبب وظيفة النفرون تتم بين الكابيلاري أو الشعيرات الدموية والتروبيول والنبيبات الكلوية، تتم وظيفة النفرون. إذن يجب معرفة التجهيز الدموي للنفرون وتركيب النفرون. إذن ما هو التجهيز الدموي للنفرون؟ يبتدأ من الأفرنت أرتريوم اللي هو الشرايين الوارد، ومن ثم الجلوميولوس تكوين الكبيبة داخل البومانس كبسول، ومن ثم يخرج بالإفرنت أرتريوم اللي هو الشرايين الصادر الذي يتفرع إلى عدة تفرعات تحيط بالتوبيوم وتكون الباريتوبولا كابيلاريس، الشعيرات حول النبيبات. تمام، وبالتالي تتجمع الى الفين الول. هذا اللي يهمنا بالنسبه للتجهيز الدموي للنفرون. لذلك انا خليت لكم فقط اللون الغامق في المحاضره هو اللي تركزون عليه، بينما التأشيرات الموجودة في الكلية هاي كلها ما مطلوبة. نعم، فأي شيء واضح؟ شنو نعمل؟ ما فهمتي زينب، أي ميكانيزم؟ الفيتامين قصدك على الفيتامين دي؟ نعم، ما فهمت انت. زينب انا عدت مرتين وسالت بانه اذا اكو احد ما فاهم. الخطوه الاخيره بعد ما يتكون الفيتامين، بعد ما ينتقل الى الكليه تحول الى الشكل النشط. تمام، وهذا الشكل النشط له دور في عمليه امتصاص الكالسيوم من الامعاء الدقيقه او من الكليه، وبالتالي ترسيب هذا الكالسيوم في العظام لاجل تكوين العظام. الكلية هي اللي تنشطة، الكلية هو الغير نشط، يأتي قلنا مين؟ من الليفر، من الكبد، من الكبد عن طريق الدم يمر بالكلية عن طريق اللي نلاحظه هنا أمام التجهيز الدموي، يدخل معها فيتامين دي الغير نشط. زين، بعد ما يدخل في داخل الكلية هنا سوف توجد خلايا، أكيد خلايا متخصصة سبيسيفيك في الكلية، هذه الخلايا تعمل على تنشيط هذا الفيتامين، تحوله إلى الشكل النشط. بعد ما تحول إلى الشكل النشط يخرج عن طريق الفين، ومن ثم يخرج عن طريق الوريد، أيضا هنا يجب أن يكون وريد كلوي، ومن ثم إلى الدم وينتشر في الجسم. بعد ما ينتشر يذهب إلى الأمعاء الدقيقة فيعمل على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، و كذلك ايضا الى تاثير في الكليه، ايضا هنا في الكليه في النبيبات هنا ايضا يعيد امتصاص الكالسيوم. تمام، ومع الكالسيوم سوف يخرج وينتشر الى الجسم، ويؤثر الكالسيوم يؤثر على العظام. لماذا؟ بان يرسب الكالسيوم في العظام. نعم، اما بالنسبه للتجهيز الدموي، أكو سؤال علي استفسار؟
هسه ننتقل إلى النيرف سبلاي، التجهيز العصبي. أيضا يوجد تجهيز عصبي، مثل ما يوجد تجهيز دموي للكلى، كذلك هناك تجهيز عصبي بأنه يؤثر على خلايا مثلا اللي توجد في داخل الكلية أو على عضلات، تسبب عضلات الأوعية الدموية، تسبب تقلص الأوعية الدموية. نعم، the kidney are a rich adrenergic sympathetic nerve supply. شو تعرفون عن sympathetic nerve؟ ما هي sympathetic nerve؟ حركات الإرادية أم اللا إرادية؟ علي حسين، حركات إرادية أم اللا إرادية؟ نعم، اللا إرادية. إذن السيمباثيتك، هناك طبعا نوعين من الأعصاب أو الجهاز العصبي، الأوتونوميك، يسمى الأوتونوميك الذاتي اللي هي السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. تمام، فاحنا سنتكلم عن السيمباثيتك، لان هذا الاعصاب، هذا النوع هو اللي يؤثر على او التجهيز العصبي للكليه. فايضا هذا النوع الى السيمباثيتك ايضا الى نوعين اللي هي الادرينرجيك والكولينرجيك. النوع الثاني اللي هو الكولينرجيك سيمباثيتك نيرف. ما الفرق بين الادرينرجيك سيمباثيتك نيرف والكولينرجيك سيمباثيتك نيرف؟ طلاب، بالنسبة للأدرينيرجيك، هنا هذه الأعصاب، هذا النير تنتقل فيه السيلات العصبية أو الانتقالات العصبية عن طريق ناقل عصبي. من هو الناقل العصبي؟ هو الأدرينالين، اللي هو الأدرينالين، لذلك سميت بالأدرينيرجيك. حسب نوع الناقل قسمت السيمباثيتك نيرف الى الادرينرجيك والكولينرجيك. زين، لماذا سميت بالكولينرجيك؟ من اسمه كولينرجيك، اذا الناقل العصبي يكون
الناقل العصبي اللي هو الاستركولين. بالنسبة للكولينيرجيك السيمباثيك نير، الناقل العصبي يكون الاستركولين، نعم. بينما الادرينيرجيك فالناقل العصبي يكون الادرينالين. هاي معلومة طلاب إن شاء الله تاخذوها في النيرفس سيستم. زين، هسه خلينا نعرف ما هي المواقع الخلايا أو المسرس العضلات اللي تتأثر بهذا النوع من الأعصاب. Vascular smooth muscle to cause vasoconstriction. إذا العضلات المرساء، العضلات المرساء إذا هنا تكون غير إرادية. لماذا؟ لأن عضلات المرساء الأوعية الدموية إحنا نتحكم بها أكيد، تكون غير إرادية. تمام؟ شنو أهميتها؟ ماذا تعمل؟ تسبب تقلص الوعي للأوعية الدموية اللي توجد في الكلية، اللي توجد في الكلية. زين، كذلك هناك خلايا الجكس أجلوميولار سيلز، خلايا الجكس اللي هي القريبة من الجلوميولار، خلايا تكون قريبة من الكبيبة. هذه خلايا متخصصة لإفراز الرنين. طبعا الرنين احنا ذكرنا قبل شويه قلنا بانه هذا انزيم له دور في البلاجا، في زياده ضغط الدم في حاله انخفاضه. تمام، الميكانيزم ان شاء الله ناخذها بصوره مفصله في محاضرات الاندوكراين غدد الصم. نعم، كذلك هناك خلايا اخرى ايضا تتحكم فيها هذه الاعصاب البتاوية اللي هي التوبولار سيلز ستيمولايت الان اي اند ووتر ابزوربشن. ايضا هناك خلايا نبيبية، هذه الخلايا تحفز على عادة امتصاص الصوديوم والووتر. ايضا هذه الخلايا تسيطر عليها هي خلايا السبتاوية. تمام، اذا اكو سؤال استفسار. أوكي، ننتقل إلى اليورين فورميشن. ننتقل إلى اليورين فورميشن اللي هو تكوين اليورين، تكوين البول. وظيفة الكلية الأساسية اللي هي تكوين البول بواسطة قلنا النفرون. يعني تكون كيف، يعني شنو الناتج من الخطوات اللي تحصل في داخل النفرون. هناك ثلاث خطوات يجب أن تحصل في داخل النفرون لكي بعدها تتم عملية excretion of urine، إخراج اليورين، إخراج البول. ما هي هذه الخطوات اللي هي number one؟ الخطوة الأولى glomerular filtration، المواد اللي أو الراشح اللي يكون في البلد، يعني اللي يتضمن الأيونات، المواد الغذائية، الفضلات، السموم، الأدوية، كل المواد سوف تخرج بعملية الفلتريشن إلى التوبيول. تمام؟ ثم يحدث الخطوة الثانية اللي هي التوبيولا ريابزوربشن، إعادة امتصاص من التوبيولا النبيب إلى الكابيلاري. عادة امتصاص ماذا؟ أكيد المواد الغذائية، أوكي؟ مواد غذائية مثل الأيونات مثلا اللي يحتاجها الجسم. زين، وكذلك هناك يحدث التوبيولار سكريشن، أيضا إفراز. إفراز أكيد يكون الفضلات مثلا. تمام؟ وبالتالي الإكسكريشن اللي هي خروج اليورين للخارج. فهذه الخطوات يجب أن تحدث لتكوين اليورين، لإنتاج اليورين. طبعا احنا اليوم ان شاء الله محاضرتنا نتكلم فقط على الجلوميرولار فلتريشن، اللي هو عملية الفلتريشن فقط اللي تحدث في الجلوميرولس في الكبيبة. تمام،
بالنسبة للأبزوربشن سكريشن إن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرة القادمة. فإن شاء الله واضح. نعم. هسه الجلومير فلتريشن، هنا هذه العملية فلتريشن لماذا تخصصت فيها الجلوميرولس؟ الجلوميرولس لماذا تخصصت بقيام بهذه العملية، عملية الفلتريشن؟ مع انه الجلوميرولس احنا شنو قلنا؟ هي كابيلاري صحيح؟ هي أوعية دموية. أيضا بقية أجزاء جسم الإنسان تحتوي على كابيلاري، تحتوي على أوعية دموية، لكن لا تقوم بعمليه الفلتريشن. لماذا الكابيلاري اللي توجد في الجلوميرولس تقوم بهذه العمليه، عمليه الفلتريشن؟ فهمت السؤال؟ نعم. حتى نشرحه، شو الاسباب بانه الجلوميرولس تقوم بوظيفه الفلتريشن؟ اكيد اكيد، لانه الجلوميرولس تحتوي على ميزات أو صفات خاصة إلها. نعم، هسه نتكلم عن خطوة خطوة، بس السؤال فهموا لي. نتكلم عن خطوة خطوة ونشرحها تفصيليا، تمام؟ الجلوميرولس إلها صفات خاصة بها، هذه الصفات تميزها عن بقية الكابيلاري اللي توجد في بقية أعضاء جسم الإنسان. فما هي هذه الصفات اللي توجد في الكبيبة؟ اللي هي أولاً الجلوميرولس contains network of branching and elastomosing glomerular capillary. إذن الجلوميرولس تحتوي على شبكة من التفرعات وتكون كثيرة التشعب. هاي الصفة، الصفة الأولى بأنه تكون تحتوي على تشعبات كثيرة التشعب وتفرعات كثيرة أكثر من بقية الكابيلاري. زين، بعد صفة أخرى بأنه تمتلك الـ permeability of the glomerular membrane is from 100 to 500 times as great as that of the usual capillary. إذن النفاذية اللي تكون في الغشاء الجلوميولار، هاي النفاذية تكون أكثر من بقية الكابيلاري من 100 إلى 500 مرة، يعني حوالي من 100 إلى 500 مرة هذه النفاذية تكون توجد في الممبرين الجلوميرولس أكثر من بقية الكابيلاري اللي توجد في جسم الإنسان. لذلك تخصصت أحد الأسباب اللي خصصها لعملية الفلتريشن. صفة أخرى، الجلوميرولس have هاي هيدروستاتيك برجا، اللي هي الكابيلاري برجا ان ذا لونجلاس اباوت 60 ملم زئبق. اذا يحتوي على ضغط هيدروستاتيكي عالي، لذلك الضغط الهيدروستاتيكي يكون عالي. ما هو الضغط الهيدروستاتيكي؟ هو نفس الضغط الموجود في داخل الشعيرات، داخل شعيرات الكبيبه. الضغط اللي داخل شعيرات الكبيبة يسمى بالضغط الهيدروستاتيكي، اللي يجد حوالي قدره بستين مليمتر زئبق، حوالي 60، تمام؟ قد يكون أقل شوية، قد يكون 55، أوكي عادي. أهم شيء يكون عالي، أعلى من بقية الكابيلاري. يجب أن يكون الضغط أعلى من بقية الكابيلاري الموجودة في داخل أعضاء جسم الإنسان. إذن هذه نقاط أساسية بأن تتميز فيها الجلوميرولس لإداء وظيفتها اللي هي الفلتريشن، لتكون مؤهلة لإداء وظيفة الفلتريشن، تمام؟ هسه نتكلم عن كيف تكون هنا البروبابيلتي، كيف تكون في الممبرين، كيف تكون هنا عالية النفاذية، كيف تكون عالية، كذلك كيف يكون الضغط الهيدروستاتيكي عالي. نتكلم عنها تفصيليا.
نلاحظ هنا الإفكتيف فلتريشن بريشر لوميولا هيدروستاتيك بريشر. طبعا الضغط الفلتريشن ضغط الفلتريشن ضغط الفلتريشن اللي يسبب الى خروج المواد الراشحه من الجلوميرا الى محفظه الرومان. هذا الضغط شلون ينتج بتاثير كم ضغط يا الله ينتج هذا الضغط ويسبب الى خروج هذه الماده. طبعا هناك ثلاث ضغوط هناك ثلاث ضغوط اللي هو الضغط الاول جلوميرا هيدروستاتيك برجر اللي هو احنا كلامنا عن هذا الضغط كلامنا عن هذا الضغط الاول اللي هو الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبه انطرحه من الجلوميرا الاوزموديك برجر الضغط الاوزموزي للكوبيبه. طبعا نطرح من جمع الضغط الاوزموزي للكوبيبه مع الضغط الهيدروستاتيكي للبوماس كبسول. هذا الشكل يوضح أكثر. نلاحظ هنا السهم الكبير اللي هو الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة نلاحظه يكون كبير، يعني معناته بأنه الضغط يجب هنا يكون كبير هذا الضغط حتى يتم عملية الفلتريشن. ضغط آخر اللي هو الضغط الأزموزي للكوبيبة اللي ناتج من الأزموزي. إحنا نعرف الأزموزية بأنه ينتقل الماء من التركيز العالي إلى التركيز الواطئ، يعني بعد ما تترشح المواد الماء مع هذه المواد إلى محفظة بومان هنا الماء يزداد هنا فيحاول يوجد هناك ضغط أزموزي لرجوع الماء إلى مرة أخرى إلى داخل الكوبيبة. تمام. طور رقم 30 هنا الطور رقم 55 نحفظ الأرقام. زين. كذلك هنا وجود أيضا ضغط ثالث اللي هو الضغط الهيدروستاتيكي لمحفظة بومان. هذا الضغط الضغط الهيدروستاتيكي لمحفظة بومان، يعني هذه محفظة بومان أيضا تضغط على الكوبيبة تضغط على الكوبيبة وترجع تحاول ترجع المواد للمترشحة إلى داخل الكوبيبة. فحاصل جمع هذه الضغط اللي هي الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة عفوا لمحفظة بومان والضغط الأزموزي للكوبيبة حاصل جمعهم إذا كان أقل من الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة فهنا يحدث الفلتريشن هنا يحدث الفلتريشن وتتم عملية الفلتريشن. تمام. أما إذا كان حاصل جمعهم يساوي إلى الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة أو أكثر من حاصل جمع يكون أكثر من الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة هنا لا يحصل عملية الفلتريشن. تمام. هذه الفكرة بأنه كيف تحدث الفلتريشن عن طريق الضغط. لذلك إحنا شو نقول؟ نقول يجب أن يكون الضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة يجب أن يكون عالي. فهنا معطيني أرقام هنا طبقنا بالمعادلة سوي لي معادلة طبقنا 55 ضغط الهيدروستاتيكي للكوبيبة طرحنا من الضغوط الاثنين المعاكسة نحصل جمعهم هنا أصبح عندنا 10 مليمتر زئبق 10 مليمتر زئبق اللي هو يتمثل بالضغط الفلتريشن برجر الضغط الفلتريشن الفعال اللي عن طريقه تتم في انتقال أو فلترة المواد اللي موجودة داخل الجلوميرولس إلى بوماس كبسول وبالتالي إلى تيوبولار وبالتالي إلى طبعا إعادة ريأبزوربشن وإلى أن تكون البول وأخرجه خارج جسم الإنسان. إذا هذه الخطوة الأولى أو الميزة أحد صفات البلونجلر أنه يكون الضغط الهيدروستاتيكي يجب أن يكون عالي. فاللي ما فهم طلاب طالبات أكو أحد ما فهم
احنا شنو قلنا؟ نعم زهرة، احنا شنو قلنا؟ قلنا بانه احد صفات الجلومولار، احد صفات الكبيبة، احد صفات الكبيبة بانه يجب ان يكون الضغط الهيدروستاتيكي للكبيبة يجب ان يكون عالي. الضغط اللي موجود داخل الكبيبة يجب ان يكون عالي، ليش؟ حتى يقاوم الضغوط الثانية اللي تكون ضدها، حتى تقاوم الضغوط الثانية يجب تكون أعلى من الضغوط الثانية اللي تكون بعكس اتجاهها، حتى يتتم عملية الفلتريشن ويخرج المواد من الدم البلط إلى الكبسول ومن ثم إلى بقية النفرون. فهنا يجب أن يكون عالي، ليش يجب أن يكون عالي؟ حسب هذه المعادلة، نطبق هذه المعادلة حتى نعرف بأنه هنا الضغط اللي يسبب إلى الفلتريشن، الضغط اللي يسبب إلى عملية الفلتريشن حتى تترشح المواد، اللي هي عندما يكون الضغط الهيدروستاتيكي أعلى من ناتج جمع الضغوط المعاكسة الأخرى، اللي هو الضغط الأزموزي للكبيبة والضغط الهيدروستاتيكي محفظة بومان. فإذا ذني أجمعهم يكون أقل من الضغط الهيدروستاتيكي للكبيبة، هنا يحصل عملية الفلتريشن، تمام؟ أما إذا كان مساوي إلها مثلا 55 ناقص 55 صفر، إذا مساوي فهنا يحصل صفر، إذا الضغط الفلتريشن يكون صفر، إذا ماكو أي فلتريشن، ما يحصل أي فلتريشن. فلكي تتم عملية الفلتريشن لابد من كون الضغط الهيدروستاتيكي للكبيبة عالي، لابد أن يكون عالي حتى تتم عملية الفلتريشن. هنا نعطونا أرقام، مثلا قلنا بأنه هذا الضغط يساوي 55 مثلا، احنا جينا قلنا قبل شوي قلنا 60 الضغط الهيدروستاتيكي للكبيبة يكون حوالي 60، فهنا مطيناها 55، أوكي ماكو مشكلة. مطينا الضغوط الأخرى، هنا 30 بالنسبة للضغط الأزموزي للكبيبة والضغط الهيدروستاتيكي لمحفظة بومان 15. من جمعناهم وطرحنا 55 منهم فتكون 10، إذن أكثر من الصفر، إذن الناتج أصبح أكثر من الصفر. بما أنه أكثر من الصفر إذن كان إذن يوجد هناك فلتريشن برجع، يوجد هناك ضغط للفلتريشن وبالتالي يسبب إلى فلترة المواد الغذائية والسموم والأدوية وكل المواد اللي توجد في البلاد في الدم، سوف تترشح إلى محفظة بومان وبالتالي إلى الكبيبة، تمام؟ إذا الضغط الهيدروستاتيكي أقل فأكيد ما راح يصير فلتريشن، إذا هو متساوي ما راح يصير فلتريشن، منه بأكثر عفوا منه بأقل. نلاحظ استخدام في هذه المعادلة، إذا مثلا نقول هنا أنا مو 55، نقول هنا ناتج جمع احنا ايش قد؟ 45، نقول هنا أيضا 45 متساوي، ايش قد تطلع لنا؟ صفر. إذا لا يوجد هناك ضغط فلتريشن، لا يوجد هناك ضغط للفلتريشن. أما إذا كان هنا 35 أقل بعد يطلع بالسالب، يعني تحت الصفر، يعني من باب أولى ما راح يصير فلتريشن، تمام؟ فهمتي نعم زهراء؟ أوكي. هسه ننتقل هسه النقطة الثالثة اللي احنا قلنا يجب ان تكون نفاذية المنبرين، يجب ان تكون هالنفاذية عالية. كيف تكون هالنفاذية عالية؟ ما هي مميزات المنبرين لكي بحيث تكون نفاذية اعلى من بقية الكابلاري؟ يجب معرفة مميزات المنبرين. فهنا كيف او ما هي مميزات المنبرين؟
هنا طبعا موجود 3 طبقات للكابيلاري للجلوميرولوس، تحتوي على 3 طبقات، بينما بقية الكابيلاري اللي توجد في داخل في أعضاء جسم الإنسان تحتوي على 2 لاير، طبقتين فقط، بينما هنا وجود 3 طبقات. هاي صفر، الصفة الأولى. زين، بالنسبة للمدبرين، وخلنا نعرف ما هي الطبقات اللي هي الإندوثيليوم لاير، الطبقة الأولى من الداخل، الإندوثيليوم، طبقة الإندوثيليوم، الطبقة اللي بعدها البيزمنت ممبرين، اللي بعدها البيزمنت ممبرين اللي هي نفسها البيزال لامينا، والطبقة الثالثة اللي هي طبقة الإبيثيريال سيلز، خلايا الإبيثيريال اللي هي نفسها البودو سايت، البودو سايت. زين، ما الفرق بين الإبيثيريال سيلز والإندوثيليوم لاير أو إندوثيريال سيلز؟ ما الفرق بين الإندوثيليوم والإبيثيريال؟ الاندوثيليوم اللي هي من اسمها اندو اذا البطانه، هي تمثل البطانه او الخلايا البطانيه. اما بالنسبه للابيثيليوم اللي هي الخلايا الظهريه، الخلايا الظهريه هي في الانسجه، في ماده الانسجه، المفروض ماخذين في ماده الانسجه. نعم، فهذه الطبقات الثلاثه هي تتمثل بالفلتريشن بارير، حاجز الفلتريشن. بس احنا لحد الان فقط عرفنا ما هي طبقات الكابيلاري، لحد الآن فقط طبقات الكابيلاري عرفناها. لسه في شريحة أخرى نتكلم عن خصائص هذه الطبقات، نتكلم عن خصائص كل طبقة لكي تحصل عملية البيرموبولتي. هاي النقطة ذكرتها أنا من أحد صفات الجلوميولوس، بأنه تكون نفاذيتها، نفاذية المنبرين، فشاء المنبرين حوالي 100 إلى 500 مرة أكثر من بقية الكابيلاري. هاي ذكرتها. فأنا سأقدر أعرف شلون نفاذيتها تكون أعلى. شلون؟ أول مرة يجب أن أعرف تركيب الغشاء. يصير عرفنا إحنا نتكون من 3 طبقات. ومن ثم يجب أن أعرف ما هي صفات كل طبقة. شنو الصفات كل طبقة تتميزها عن بقية الطبقات، بقية الكابيلاري. بس بالنسبة إلى الإندوثيليال سيلز اللي قلنا الطبقة البطانية، طبعا تحتوي على الـ thousand of small holes اللي اسمها الفنستريا أو الفنستريشن، تحتوي على آلاف من الثقوب الصغيرة، تحتوي على آلاف من الثقوب الصغيرة اللي اسمها الفنستريا. هذه الثقوب طبعا لها دور في عملية البيرموبولتي، النفاذية العالية للترشيح. تمام، كذلك في طبقة البيزمنت ممبرين يوجد هناك لارج سبيسز، مساحات كبيرة، ايضا لها دور في عملية النفاذية. كذلك بالنسبة للبودوسايت، مثل ما لاحظنا البودوسايت بانه زوائد البودوسايت نلاحظها في الشكل اللي نشرحها. هنا هذه بودوسايت، هاي أقدامها أو زوائدها تكون تراكيب إصبعية مركبة واحدة تلو الأخرى، تكون غير متصلة بحيث تكون بينها أكو مسافات. هذه المسافة تسمى السلايد، الشقوق، فلذلك تعكس صفة للنفاذية، أيضا تعكس صفة للنفاذية بأنه المواد اللي توجد أو الدم هنا، المواد اللي توجد في داخل الدم
سوف تترشح بكمية كبيرة إلى البومان كبسول، إلى محفظة بومان، وبالتالي إلى بقية النفرون، تركيب النفرون النبيدي. تمام؟ فهنا ما أهمية كل مثل هنا الفلستريشن للثقوب الفور، ما أهمية هذه الثقوب الموجودة في الاندوثيليوم، في طبقة الاندوثيليوم. طبعا هنا نلاحظ بأنه prevent filtration of blood cells، إذن تمنع فلترة خلايا الدم، تمنع فلترة خلايا الدم. الطبقة الثانية prevent اللي هي البيضة اللاملة، prevent filtration of large protein، تمنع فلترة البروتينات الكبيرة. أما الطبقة الثالثة اللي هي السلايد، تكون سلايد من البرين، prevent filtration of medium sized protein، تمنع فلترة البروتينات ذات الحجم المتوسط. تمام؟ فهذه وظائف الاصطفاد او وظائف الخصائص اللي توجد في الممبرين. فهذني الخصائص تعطيها نفاذية عالية، بأن الثقوبة تكون متعددة، بأن مسافات spaces تكون كثيرة، بأنه الشقوق هنا تكون كثيرة، فتعطي هنا للغشاء نفاذية عالية، بأنه المواد الموجودة كلها سوف تترشح وتخرج إلى خارج المحفظة الفومان. تبقى فقط منه فقط اللي متترشح اللي هي الـ RBC أو الخلايا الدم بصورة عامة، وكذلك البروتينات في البلازما الكبيرة والمتوسطة. تمام؟ هذه اللي تظل، اللي تبقى متترشح، اللي هي خلايا الدم، الخلايا وخلايا الدم الحمراء والبيض والبروتينات، بروتينات البلازما. فهمتوا نعم لحد الآن؟ شنو اللي ما يترشحن؟ فقط اثنين ما يترشحن، بروتينات البلازما والخلايا، خلايا الدم ما تترشح. كل المواد الغذائية والفضلات والأيونات كلها تترشح عبر هذه الثقوب والمسافات والشقوق هنا. زين، هسه حتى ننتقل إلى الشريحة الأخرى. أوكي. آخر شريحة هنا بالنسبة لفلترة الـ high rate of filtration، بالنسبة لل الفلترة بالمعدل الكبير أو المرتفع اللي يحدث في البلازما بروتين، شنو سببه؟ شنو سبب البلازما بروتين هنا اللي هنا ما تترشح؟ يعني كل تترشح ما عدا البلازما بروتين، شنو السبب؟ السبب بأنه الـ strong negative electrical charge associated with the endothelial cells basement membrane and epithelial cells. إذن الطبقات الثلاثة اللي ذكرناها، الطبقات الثلاثة من الممبرين، هذه الطبقات اللي هي الاندوثيليال الظهرية والبطانية والطبقة البيزمنت القاعدية، هذه الطبقات الثلاثة تحمل شحنة إلكترونية سالبة قوية، كذلك البروتينات تحمل شحنة كهربائية سالبة. فهنا يصبح تنافر بين الغشاء والبروتينات البلازما، إضافة إلى حجمها. إحنا قلنا بأن البروتينات البلازما بسبب حجمها الكبير، مثل نذكرها بسبب حجمها الكبير، فما راح تدخل في داخل الثقوب، ما راح تدخل في داخل المسافات التوجد في بيزويت ممبرين، وكذلك الشقوق الموجودة في الإبثاليات ما راح تدخل. هناك أيضا تحمل شحنة سالبة فتصبح متنافرة مع الغشاء، وبالتالي ما راح تدخل وما راح تترشح إلى خارج إلى داخل النفرون، إلى خارج الدم، راح تبقى في الدم. هنا هذه بلازما، بروتينات البلازما سوف تبقى بالدم. ليش؟ لأنها تحمل شحنة سالبة، كذلك بالنسبة للغشاء يحمل شحنة سالبة،
هذه الطبقات جميعها تحمل شحنة سالبة، فيحصل هنا تنافر، تنافر بينها. زين، كذلك صفة أخرى الحجم، the size of the plasma proteins with diameter more than 8 nanometer. إذن كذلك بالنسبة لبروتينات البلازما حجمها يكون أكثر من 8 نانومتر. هسه نتكلم عن هذه الفقرة، نركز عليها طبعاً. The composition of the glomerular filtrate is the same as plasma، يعني الراشح اللي يكون except that it has no significant amount of proteins، ما عدا بأنه شنو يحمل كمية محددة أو كمية جدا قليلة من البروتينات، بروتينات البلازما. زين، السؤال هو إذا كان الراشح الراشح كل اللي موجود في الدم تقريبا ما عدا خلايا الدم الحمراء والبيضاء، خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبروتينات البلازما، الكل يترشح ما عدا هذني راح يظلن. زين، أكيد بالتالي يعني قصد المواد الغذائية تترشح، الأيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها أيضا تترشح، وإضافة إلى الفضلات أيضا تترشح، والماء كذلك يترشح. زين، عندما يصل إلى النبيذ الكلوي سوف يعاد امتصاصه، reabsorption، عملية reabsorption يعاد امتصاصه إلى النبيذ الكلوي، من النبيذ الكلوي إلى البلد الدم، يعني مرة ثانية يرجع للدم. زين، المواد الغذائية ليش هي تترشح ومن ثم يعاد امتصاصها؟ شو السبب؟ تتوقعوا وشنو الغرض من هذه الخطوة؟ بأن المواد الغذائية تترشح ومن ثم يعاد امتصاصها، وكذلك بالنسبة للأيونات، لأن الدم يحتاج إلى أيونات. فهمت السؤال؟ نعم طلاب طالبات، فهمت السؤال؟ بالنسبة للراشح، الراشح اللي يخرج من الجلوميرولس، الراشح اللي يخرج من الكبيبة يحتوي على المواد الغذائية وعلى الأيونات اللي يحتاجها الجسم، سوف يترشح ومن ثم يعاد امتصاصه، يرجع مرة ثانية للدم، يعني يخرج من الدم إلى النفرون إلى الكبيبة، ومن ثم من الكبيبة إلى النبيذ الكلوي، ويرجع مرة ثانية للدم بعملية إعادة الامتصاص. ليش هنا يترشح ومن ثم يعاد امتصاصه؟ هو من البداية ما يترشح في الكبيبة، اللي الجسم يحتاج مواد غذائية فأكيد المفروض ما يترشح، مو صحيح؟ يعني الجسم يحتاجه، ليش يترشح ومن ثم يسحبه ومن ثم يعاد امتصاصه، يرجع مرة ثانية للدم؟ هو اللي مواد غذائية والمواد الضارة كلها راح تترشح، بس أنا المقصد هو بس المواد الضارة هي تترشح، ليش تترشح وياها المواد غذائية؟ مواد غذائية ليش تترشح وياها؟ لا نعم، يحتاج الجسم كل المواد الغذائية سوف تعاد امتصاصها، كلها تعاد امتصاصها. كيف يعني تتوازن نسبة المواد الدافعة للدم؟
فقط اللي تحتاجها بتطلقها، وبالنهاية بالنسبة للكنترولر طبعا اللي ما تحتاجها تخرجها. زين ليش كل حين كل الكنترولات تخرجها؟ وكذلك بالنسبة للمواد الغذائية. هو يصبح تنظيم لحد السائل، بس أني غرض شنو؟ يعني شنو الغرض بأنه تخرج هذه المواد ومن ثم يعاد امتصاصها؟ بالنسبة للمواد الغذائية، نتكلم عن المواد الغذائية. المواد الغذائية ما لها علاقة بتنظيم السائل، حجم السائل. ما لها علاقة. تخرج ومن ثم تعاد امتصاصها. ليش؟ الكلية ترشح كل المواد الضارة بالنسبة للكبيضة، الكل يترشح، الكل يخرج من الكبيضة، لكن يعاد امتصاص المواد اللي يحتاجها الجسم. طلاب، إن شاء الله بالنسبة لهذا السؤال تناقشوا بيناتكم، تستعينوا الإنترنت أو فيما بينكم أو مصادر، ماكو أي مشكلة، إن شاء الله الجواب أريده في الأسبوع القادم. طبعا ايضا كمناقشة عن طريق الموقع، تمام؟ وان شاء الله نكمل محاضرتنا بالنسبة لي absorption and secretion اللي يحدث في اليوتيوب ان شاء الله تعالى. لا تنسون طلاب بالنسبة للامتحان، حيساعدكم امتحان الاسبوع الاسبوع اللي بعده في المحاضرات الثلاثة الاولى، ان شاء الله يكون امتحانكم في المختبر، تمام؟ مو هالاسبوع، الاسبوع اللي بعده امتحانكم في الار بي سي اند وات بي سي، يعني امتحان الثلاثة الاولى كويز. اي نعم، يكون امتحان كويز. محدد شنو دكتور غدير؟ امتحانكم نعم دكتور غدير. بس ان شاء الله اذا تخلوا بالكم بانه يكون امتحان، فان شاء الله هذا الاسبوع المداومه يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله نشوف دكتور غدير ونتاكد من عنده، تمام؟ فتخلوا بالكم بين المحاضرات الثلاثه الاولى ان شاء الله تفتحون بهم، اذا مو الاسبوع اللي بعد اللي وراء، واللي بعده يكون امتحان بالجهاز الهضمي، تمام؟ ما يصير الكتروني، الامتحانات ما تصير الكتروني، يجب ان تكون في القاعة، وما اعطيكم اسئلة هواي، فقط خمس دقائق. نعم. هسه ننهي ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم، ونكمل المحاضرة في الاسبوع القادم عن الجهاز البولي في امان الله. لا نعم، ثلاث محاضرات. ثلاث محاضرات لأنه أولاً قصيرات، ثانياً حتى الـ RBC والـ YPC. المحاضرة الأولى كمقدمة، كمقدمة بداية بس فقط وضعت، يعني كلش قصيرة، يعني هي تكون تصير محاضرتين يعني. يلا نعم، إن شاء الله مع السلامة في محاضرة أخرى.